معانا الجنيه اللي هو بتاع التوت برضو، اللي هو اصداره ده في 1 نوفمبر 1961، ده في عهد جمال عبد الناصر. اجمالي الاصدار بتاعه 96 مليون ورقة. العلامة المائية النسر طبعا، وتوت عنخ امون، ومأذنتين بيشتهر بيه المأذنتين اللي هما في الجنب اليمين والشمال، في مأذنة هنا ومأذنة هنا. وقع على الاصدار ده بالترتيب عبد الحكيم الرفاعي واحمد زنده واحمد نظمي. عبد الحكيم الرفاعي ده وقع على 40 مليون ورقة تقريبا، وسعرهم دول نجل المفيد، السعر بتاعهم يبدأ مثلا ممكن من 10 جنيه، ممكن يوصل مثلا ل 30 جنيه. دي يعني لو في عيوب بسيطة، لو ما فيش في عيوب نهائي نهائي من أي نوع، طبعا ممكن يوصل من 50 جنيه ل 70 جنيه، لأنه متواجد كتير منه لسه يعني. طبعا في بقى اللي هو أحمد زندو. أحمد زندو ده وقع على 41 مليون ورقة، وسعرها برضو يبدأ مثلا من 5 جنيه 10 جنيه، بيوصل مثلا ل 30 جنيه او 40 جنيه، لو يعني حاجة بسيطة يعني. ويفضل ما يكونش فيها عيوب، تكون طالعة من البنك افضل، يكون انصر يعني. بتوصل مثلا لحوالي من 50 جنيه ل 70 جنيه، وممكن توصل 80 جنيه وازيد شوية. احمد نظمي، احمد نظمي نظم ده وقع على 15 بريفيكس، يعني من عنده مفتاح هو اللي ته 82، وقع على 15 مليون ورقة. السعر بتاعها برضو بيبدأ مثلا ممكن نقول برضو من 5 10 جنيه، هو جنيه يعني، مش غالي يعني. هو مثلا لأنه الإصدارات اللي قبل كده هي اللي غالية يا جماعة، ده بيبدأ مثلا يوم نقول من 10 جنيه لحد 30 جنيه، لو عيوب بسيطة فيه يعني، ما يكونش في عيوب كتيرة يعني. أما لو ما فيش في عيوب نهائي من أي نوع خالص، أنصر ده ممكن يعمل مثلا من 50 جنيه يوصل مثلا لحد 70 جنيه، وممكن لو أكتر كمان. غير طبعا مفتاح التوقيع وقفل التوقيع، ده بيزيد شوية عن الأسعار دي بتاع 20% من كل التوقعات طبعا، اللي هو الإصدار والفتح والإصدار، فمفيش مجال إن احنا نقول الكلام ده.